إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. كتير قوي من المرضى أنا شاكر أفضلهم جدا وعندهم ثقة فيا، فهم بيبتدوا يبعتولي: يا دكتور إحنا عايزينك تزور العراق، يا دكتور عايزينك تزور السعودية، يا دكتور عايزينك تزور تركيا علشان في إخوة عرب كتير في تركيا، عايزينك تزور أوروبا، عايزينك تزور السودان، عايزينك تزور اليمن. ده شرف ليا، ده شرف كبير قوي ليا أني أنا الناس تطلب أن أنا أزورهم في بلادهم، وكلها بلادي طبعا. طيب، ولكن ده يتعذر حاليا، يتعذر قانونا ويتعذر علشان الجائحة ويتعذر بكل شكل من الأشكال. طيب، الزيارة احنا يعني انت مش لازم الزيارة اني انا اجي لغاية عندك. انا انت لما بتشوفني دلوقتي على الفيديو انا في بيتك، انا بزورك في بلدك، انا بزورك في بيتك. فايه اللي يمنع ان يبقى التواصل بيننا اونلاين؟ احنا بيجي لنا كشوفات كتير جدا، يعني المرضى دلوقتي بيكشفوا انت في بلدك وانا في القاهرة او انا في اي دولة تانية، بنكشف كأنك جيت عندي العيادة بالظبط، تمام، وكأني زورتك في العراق، وكأني زورتك في اليمن، كأني زورتك في بيتك، تمام، مش بس في بلدك، كأني زورتك في بيتك. إيه اللي يمنع إن إحنا نتقابل ونشوف الحالة ونشوف الرنين المغناطيسي ونشوف كل حاجة واكتب لحضرتك علاج، وإذا شفاك الله وعفاك بالعلاج مش محتاج إنك أنت لنا أجي عندك ولا أنت تيجي عندي، إحنا كده بنتزور في بيوتنا من غير ما نروح ولا نيجي، تمام؟ طيب، الامور احنا بيكشف عندنا اخوه كتير جدا جدا جدا، يعني هقول لكم من 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 المحافظات في مصر طبعا، من العراق كثير جدا، من السعوديه، اليمن، السودان، اخوه كثير جدا، تمام. فما فيش اي تعذر بالتكنولوجيا. في ناس بتتحجج يقول لك اصل انا ماليش في التكنولوجيا. دي مش تكنولوجيا، دي حاجه بسيطه جدا، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص، تمام. اخوه كتير جدا بيكشفوا من تركيا، يعني من تركيا كتير جدا بيكشفوا معانا بالانترنت. واذا العلاج ما جابش نتيجه خلاص احنا عرفنا حالتك وبقى ليك ملف عندنا، ممكن تيجي مصر لمده ساعتين بس، نعمل لك الحقن والتردد الحراري وتسافر تاني، صح؟ وكده احنا ما بنضيعش وقت، يعني مش لازم نظبط اوقاتنا وطيراننا ان انا ابقى في القاهره وانت تيجي القاهره لمجرد ان احنا نقابل بعض وان احنا ندي بعض علاج او ان انا اديك علاج. مش الموضوع مش عملي، فخلينا عمليين، تمام. إخوة كتير جدا بيكشفوا من الجزائر، كتير جدا من المغرب، من تركيا زي ما قلنا، من أمريكا وكندا. أمريكا وكندا فيهم عرب كتير جدا جدا بيكشفوا عندنا. السويد، علشان في عرب كتير في السويد. اليونان، قبرص، أنا بقول فرنسا، اليونان، اليونان قلناها كتير جدا، هو وإيطاليا طبعا، إيطاليا في مصريين كتير هناك. فطبعا الموضوع عملي جدا ومناسب جدا للظروف اللي احنا فيها ومناسب للظروف المستقبلية. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتبعت رسالة على الواتس أب للرقم بتاعنا. انت من برا مصر مثلا فمش هتقدر تتصل، مكالمة دولية، فانت ممكن تبعت رسالة على الواتس أب: أنا مريض انزلاق غضروفي، أنا مريض أي حاجة، إيه الحاجات المطلوبة منك؟ السكرتيرة هتبعت لحضرتك الأشعات اللي أنت هتبعتها لنا، هتكون مصورها تبعتها لنا على الواتس أب، تمام؟ هتقول لحضرتك إزاي تدفع قيمة الكشف إذا كنت حضرتك هتدفع قيمة الكشف، إزاي من بره مصر، إزاي من جوه مصر، تمام؟ وحضرتك تبعت لنا الأشعات. هي بتبعت لي الأشعات، بدرسها وبشوفها، ببعت لينك تدوس عليه على جوجل ميت، يعني ننزل برنامج جوجل ميت، هتدوس عليه هيفتح صوت وصورة، مش محتاج زي زوم، مش محتاج تظبيط والكاميرا واللي بيلعب في البرنامج. يعني ناس كتير قوي يقولك هظبط الصوت، انت ما تلعبش في حاجة لو سمحت، احنا هنبعت لك لينك تدوس عليه يفتح صوت وصوره احنا الاثنين ونتكلم مع بعض احنا الاثنين، وابعت لك الروشته بتاعتك وبقى ليك ملف عندنا. الوقت اللي حضرتك هتحتاج فيه الحقن والتردد الحراري هنتفق على ميعاد تيجي مباشره اقابلك في المستشفى، تمام. كده انا بزور دول العالم كلها، كده انا بزور حضراتكم وبتشرف بمقابله حضراتكم في كل دول العالم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.